يا مساء الفل عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده وبكل روح رياضيه. عاش مازال هاشتاج عاش مكمل معانا، وعاش لاي حد بعت لنا فيديوهات، وعاش لاي حد بدا معانا رياضه وبعت لنا برضه فيديوهات ونزع. خلونا نرحب النهارده بكابتن ومدرب لعبه الكاراتيه، لعبه شهيره يعني من صغرنا كده. انا بلعب كاراتيه، انا هروح العب كونغ فو، الالعاب الفرديه دي اللي هي بتبقى منها دفاع عن النفس ومنها روح ورياضه وحماس وحاجات كتيره، وبتعلمنا حاجات كتيره. كابتن اسلام التوربيني، مساء الفل يا كابتن اسلام. ازيك يا استاذ محمد، اخبارك ايه؟ منورني ومنور البرنامج. الله يحفظك يا رب. طيب انا عندي بقى فقره صغيره كده اسمها عاش، اكيد انت شفتها وعارفها، فيها بعض الفيديوهات الجميله كده. نشكر كل اللي بعت لنا الفيديوهات دي، نشوفها ونرجع لكم تاني. عاش عاش لاي حد بعت لنا فيديو، وعاش لاي حد بدا معانا برياضه، وعاش لاي حد بيشارك معانا. اللي ما كانش بتابع معانا مبادره عاش دي بدات معانا من اكتر من حلقه. احنا قلنا مصر كلها تلعب رياضه، اي حد بيمارس رياضه يبعت لي فيديو صغير كده بالرياضه اللي بيمارسها، يبعته لي على صفحه جو ميديا برودكشن، هزعوا له معايا في كل في اول الحلقه اللي جايه. واي حد ما بيمارس معانا اي رياضه يبدا معانا بعاش، ويبدا معانا برياضه حتى ولو جري، حتى لو اي رياضه بسيطه يقدر يعملها معانا، يبعت لي فيديو صغير كده هنزيعه معانا في بدايه الحلقه اللي جايه. عاش يا كابتن اسلام. الله يحفظك. طيب خلينا نخش بقى معاك في الموضوع، علشان المشاهدين معانا النهارده هنتكلم عن لعبه الكاراتيه، صح كده؟ مش نطقها كده صح الكاراتيه؟ تمام. طيب هي الكاراتيه دي يعني ايه؟ هي الكاراتيه الاول، هي الكاراتيه دي رياضه اتلعبت، اللي هي معنى كلمه كاراتيه لعبه يابانيه، اللي يابانية. هو ايد فاضيه، هي معنى الكلمه انت ازاي تعرف تدافع عن نفسك من غير اي سلاح. يعني هي الهدف من الاساس من اللعبه ان انا دافع عن نفسي من غير اي سلاح، بدون اي سلاح. لو الكاراتيه ايدي فاضيه، فده معنى الكلمه اصلا. ده معنى الكلمه. بدات من امتى ولا؟ لا دي من قديم الزمان، مع قديم الزمان. طيب اللعبه دي
طبعا هي معروفه في مصر. احنا مثلا لما كنت صغير في المدرسه انا هلعب كاراتيه، لعبه دفاع عن النفس، انا اروح اخد ما اعرفش حزام ابيض في حزام اسود. الاول الاحزمه دي ايه، او الحزام بتاع اللعبه ده عباره عن ايه؟ هي بتبقى حاجه كده زي ليفل، يبقى 10 احزمه الوان. 10 احزمه الوان؟ اه، 2 اصفر، 2 برتقاني، 2 اخضر، 2 ازرق، 2 بني. طب في اختلاف ما بين الاثنين ولا الـ؟ لا، ده ليفل زي ليفل 1 ليفل 2 كده. طب بس اصفر الاثنين الاصفر دول، الاصفر واحد اصفر 10 واصفر 9. يعني ايه؟ يعني ده اول حاجه انت خدتها حزام اصفر. طب في فرق في الشكل ما بينهم ولا الاثنين اصفر عادي نفس الحزام؟ الاثنين اصفر انت عادي، بس بتعدي الليفل ده، بس بتعدي تخش الاكزام بتعديه وخلاص بس كده. طب ترتيبهم اصفر 10 الاول، اول حاجه لما اصفر بيبدا 10 بتبدا ابيض، ابدا ابيض اصلا نازل الكاراتيه لعب ابيض بالبدله بتاعته ابيض، مع الحزام الابيض عادي. تمام. بعد أبيض كده اول اختبار بتخشه بتاخد حاجه اسمها ان شاء الله لما تنجح بتاخد حزام اصفر، اصفر اصفر 10 اللي هم 2 اصفر 10 اصفر 9. تمام. بعد كده البرتقاني منهم 2، بعد كده الاخضر ابيض اصفر برتقاني. تمام. برتقاني تاني، برتقاني تاني. بعد كده بناخد اخضر، أخضر برضه منهم 2 اخضر واخضر. تمام. بعد كده ازرق وازرق، بعد كده بني وبني، بني بعد كده بننتقل لمرحله اللي هي المرحله الاسود. اول حزام اسود تاخده، اول حزام بعد الحزام البني، بني واحد تاخد حزام اسود الاسود باللقب عليه اسمه واحد دان. واحد دان. طب ده بياخده بعد فتره قد ايه او بعد؟ بعد ما بياخد الحزام البني لو تم 12 سنه بياخد حاجه اسمها واحد دان ناشئين، اسود ناشئين. اسود ناشئين. 14 سنه بياخد واحد دان عادي اللي هو كده بقى حزام اسود طبيعي. والحزام الاسود اصلا ليه 9 مراحل. الحزام الاسود ليه 9 مراحل؟ يعني خدت بني يعني واحد. كل المراحل اللي فاتت دي 9 مراحل، انما الاسود لوحده 9 مراحل برضو؟ اه ده 10 مراحل، انما 10 مراحل. الاسود ده ليه مراحل تانية خالص، عالم تاني خالص. تمام. يعني مثلا بنبدا واحد دان سن 14 سنه. طب خلينا احنا كده هنخش في السن صح؟ ما هو يعني الالوان دي مشترطه بالسن برضو؟ لا مش مشترطه بالسن، الالوان مش عشان مشترطة عايز برضو بالسن. اخش في حته تانية يعني السن المناسب للعبه، بس ما نكمل الالوان. تمام. انت معاك لحد 14 سنه الالوان دي مالهاش اي علاقه، عادي تاخدها في اي سن. في اي سن؟ اه. طب بعد 14 سنه تاخد تبدا واحد دان اللي هو الاسود. اه. طب في حاجه بعد الاسود ولا هو الاسود اخر حاجه؟ في بقى واحد دان، اتنين دان، كله دان، اسود. تسع دان، اه لحد تسع دان. طيب دي بيبقى بيختلف بقى من دان لدان اللي هو ايه؟ بعد سنه من الحزام البني تاخد واحد دان، خدت واحد دان بتقعد عليهم سنتين تاخد اتنين دان، خدت اتنين دان بقعد ثلاث سنين عشان اخد ثلاثه دان، بقى ثلاثه دان، اربع سنين، اربع دان، وهكذا لحد تسع. طيب احنا كده عرفنا الالوان بتاعت طب مهارات اللاعب بتفرق من حزام لحزام طبعا. اه طبعا. يعني اللي لابس حزام اسود، اللي لابس حزام اسود ده نخاف منه. طيب السن، يعني مثلا اي لعبه معروف لها سن معين، يبدا يلعب امتى، عنده كام سنه يبدا يروح يتمرن، السن المناسب للعبه دي، او مثلا عندي ابني او بنتي عايزه يشارك لعبه الكاراتيه يبدا من سن كام؟ احنا في الكاراتيه عامه بنقول اللي هو سن الوعي، نبدا ازاي نعرفه اللي هو الحركات وكده، ده بيستوعب معايا تمام. بس احنا بنفضل طبعا ان اول لعبه ممكن تلعبها في حياتك هي الجمباز، لان اللعبه دي بتديك التاهيل يعني التام للعبه. ثواني. طب السن عايزين نعرف السن كام؟ ممكن 6 سنين. كويس. يعني ابدا الكاراتيه من 6 سنين؟ من 6 سنين. اه 6 سنين. قبل 6 سنين ممكن العب جمباز؟ اه تلعب ده تاني جمباز. حد يجي في البرنامج متخصص في حاجه يقول طب الجمباز من سن كام بس عشان اكمل المعلومه؟ من سن 4 سنين. 4 سنين. نفس الكلام، قال لك من سن 3 سنين او 4 سنين انا ممكن اخليه يبدا يلعب جمباز، لان الجمباز ده بيأهل لاي لعبه تانية. طيب من 6 سنين يبدا يلعب كاراتيه. الحاجات الشهيره طبعا في الكاراتيه ان هو مثلا فتح الحوض، اللي هي الحاجات الاطاله، الحاجات دي ممكن بعد قد ايه يبدا يخش في المرحله دي او يوصل للتمرين ده؟ هو التمارين دي احنا بنبدا بيها عامه، بنبدا من اللاعب ازاي ان هو اصلا يعرف يعني كاراتيه، يحرك ايده ازاي، يحرك رجله ازاي، نبدا ناهل جسمه. المفروض اي لعبه اصلا مش الكاراتيه، اي لعبه انت بتاهل اللاعب انه يكون رياضي. بعد كده بنديله اللي هي الفنيات بتاعت اللعبه. تمام. طيب جه مثلا بعت ابني او ابني او اي طفل، انا كولي امر خدته ووديته النادي عندك او مركز الشباب او نادي العاب رياضيه هيلعب كاراتيه، هل انت في بعض الاحيان بتقول ده يؤهل، ينفع يؤهل او ما ينفعش، بترفضه ولا اي حد ممكن ينفع يؤهل؟ بص، هي النقطه دي في ناس تقول لك انا ابني ينفع او ما ينفعش. هو اي لاعب ينفع، اي لاعب ينفع، بس بتعتمد على المدرب اللي معاه. بس في حاجه اسمها جينات، ان اللاعب ده عنده الاطالات بتاعته وعند رجليه وجسمه جاهز للعبه، يعني فده بيسهل لك انه يكون بطل. يعني مواصفات اللعبه دي انت بتقول لي الاطاله؟ اه الاطاله طبعا مهمه. طيب جدا. الطول بيبقى مناسب طبعا في الكوميتيه، الكوميتيه ده اللي هو الفايت اللي هو الاشتباك. اه طبعا بينافع، لو انا مثلا واحد طويل واحد قصير، الطويل بيبقى ليه اللي هو الفرصه الاكتر في الفوز. طيب بس مش شرط ان هو يكسب يعني.
طيب لو قلنا مثلا يبدا يشارك في بطولات او يبدا يشارك مثلا في بعض الدورات او الدوريات من سن كام؟ بس في عندنا حاجه اسمها بطوله براعم، بطوله البراعم دي بتبدا من اقل 10 سنين، فهو لو عنده 6 سنين وجاهز يقدر يخش، وده عندنا في البطوله اللي فاتت كل البطولات براعم كده، يبقى اللاعب عنده 6 سنين وبيقدر يشارك في بطوله عادي. من 6 سنين ويبدا يشارك؟ يبدا يشارك في بطوله ما شاء الله كويسين جدا كمان. طب سؤال بس، ايه مين اكتر في اللعبه دي كمشاركه، يعني الاولاد ولا البنات؟ لا الاثنين عادي جدا. الاثنين؟ طب النسبه الاكتر ولا ملهاش نسبه؟ لا 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 الاثنين ما شاء الله يعني. طب مين في الاستجابه اكتر، الاولاد ولا البنات؟ مش في الاستجابه اكتر ولا البنات، هو بيبقى حسب اللاعب. بتبقى حسب اللاعب، ملهاش حد اكتر. لا يعني هي لعبه شامله. ما احنا عندنا كابطال عالم هتلاقي اولاد وهتلاقي بنات. طيب السن الـ 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 الاشهر في اللعبه، يعني السن ده تقول انا عندي فيه لعيبه كتير جدا، هنقول في مستوى مصر الناشئين اللي هم 14 سنه. 14 سنه؟ طب في يعني 14 سنه ده سن كبير، طب في ناس بتبدا عند 14؟ اه في ناس بتبدا عند 18. طب ده بيكمل؟ بيكمل بس بياخد وقت شويه، يعني بيحس باحباط في الاول. طب امتى نقول للاعب ده انت دخلت متاخر؟ مثلا من سن 10 سنين. 10 سنين دخل متاخر، يعني قبل 10 سنين كويس. تمام. طيب إيه، انت بتقول البطولات عندي من 6 سنين؟ اه عادي، البراعم اقل من 10 سنين. من 10 سنين؟ اقل من 10 طب سنين. طب انت بتبدا تاهله مثلا ازاي يدافع عن نفسه، او ازاي يستخدم اللعبه دي في الدفاع عن نفسه، ولا هي مجرد لعبه ما بيستخدمهاش بره؟ يستخدمها بره او ما يستخدمهاش بره، دي بترجع للشخص نفسه، بترجع للمدرب. يعني انا ممكن مثلا اعلمه ان ازاي يستخدم اللعبه دي بره، او ممكن اعلمه ان دي لعبه اللي هي كرياضه عاديه زي الباليه مثلا. ودي الاشهر، الناس شايفه ان لعبه الكاراتيه لعبه عاديه وكلها كنترول، مفيش ضرب مفيش الكلام ده. بالعكس، الرياضه كلها تحركات، كلها ايد، كلها رجل، كله زي بعضه. بس بترجع بقى للاعب والمدرب، هل المدرب اهله يعرف يستخدمه من بره او لا. بس طيب انا بشوف العاب كتيره ومشابهه للكاراتيه زي الكونغ فو تقريبا اقرب لعبه ليه. ايه تاني العاب متشابهه معاه؟ في الكيك بوكس، في البوكس، في التايكوندو. نفس الاساليب او نفس الحاجات؟ مش نفس الحاجات بالظبط. يعني مثلا لو قلنا الكاراتيه لعبه فيها سيفتي اكتر وفيها قوه، هنقول الكونغ فو السيفتي فيها بيقل شويه. كل بقى الالعاب بعد كده بيبدا فيها السيفتي يقل. يعني هي اقوى حمايه هي الكاراتيه. يعني مثلا عندناش، ما ينفعش، مفيش ضرب هنا في المفاصل، مفيش ضرب جامد مثلا في المخ، الاماكن دي كلها. طب لو حبيت انا اقول لعبه الكاراتيه دي مثلا اكتر ميزه بتميزها، هل مثلا السرعه، اللياقه؟ السرعه واللياقه والفكر، لان انت اللاعب بيبقى واقف مثلا على البساط، هي نقطه هياخدها، بيحاول ياخدها باي طريقه. فانا ممكن اضرب، عايز اضرب بايدي، اللاعب اللي قدامي لو اسرع مني وانا بضرب بايدي هو هيرمي رجله في وشي. فبتعتمد على اللياقه البدنيه تبقى عاليه جدا، وفكرك لازم يكون موجود، لان احنا لعبتنا لو ما عندكش فكر عمرك ما هتكون لاعب. طيب الفكر هنا بيعتمد على، يعني انا اعرف ان الكاراتيه حاجه اسمها كاتا. كاتا وكوميتيه. وكوميتيه ماشي. الكاتا دي هي بعض الحركات بيتعلمها، الاستعراض بيتعلمها، يبدا يطلع في المباريات يستعرض بيها، صح كده؟ ان كانت فردي او جماعي، احيانا بيطلع واحد لوحده، احيانا بيطلع في فرد وفي جماعي. صح. الجماعي ده كم لاعب؟ ثلاثة. ولا ممكن اثنين؟ لا ثلاثة. يا واحد يا ثلاثة. ثلاثة، فردي واحد، جماعي ثلاثة. ثلاثة. طيب وفي الاشتباك واحد قصاد واحد. وفي برضه حاجة اسمها مباريات زي دوري، يبقى خمسة ضد خمسة زي الماتشات عادي، واللي بيكسبوا أكتر هو ده اللي فاز. طيب ناخد اتصال مريم. مساء الفل. مريم، لا نوطي صوت، نوطي صوت التلفزيون بس كده واسمعينا من التليفون. ألو ألو. أيوه مع حضرتك. بقول لحضرتك، هو انا كنت عايزه اسال كابتن اسلام على، انا في حزام بني 2. في حزام بني 2. تمام. تمام. وشفت حضرتك في الامتحان اللي فات، كابتن اسلام شفته في الامتحان اللي فات. تمام. تمام. وانا كنت عايزه بس اسلم عليه، وكنت عايزه اقول له بس هو بيمرن في انهي، يعني بيمرن مكانه فين، في انهي نادي. حاضر. عندك اي سؤال تاني؟ لا شكرا. طب انت عندك كام سنه؟ انا عندي 15. انت عندك حزام بني 2. انا هو عارفني اصلا، انا قريبة سالم الروبي ابو مكه. جماهيرك يا كابتن اسلام. الله يحفظك يا رب. ماشي. أيوة. ماشي يا مريم، مساء الفل عليك. بتدرب فين؟ انا مدرب في الدور الرياضي الدقي، وعندي صاله بتاعت ابن عمي اسمها فريستايل. فريستايل. وبدرب في جيم اسمه 20 20 مع كابتن ندى. تمام. وبمرن في مكان تاني اسمه كيدز اريا. طب انت بتجيب وقت منين؟ ده لسه في تاني؟
هو انا اختصيت نفسي في الصالات عامه، يعني عندي الصاله وعندي اللعبه بتاعتي عشان اقدر اجمعهم بدل كذا نادي. انت وديتني لسؤال انا ما كنتش عايز اساله بس انت اجبرتني اساله. اتفضل. زمان كنا بنشوف الالعاب دي ان كانت كاراتيه او تايكوندو او كونغ فو الحاجات دي في مراكز الشباب او في النوادي اللي هي الاساسيه اللي هي النوادي بتاعه المنطقه او بتاعه المكان. اختفت تقريبا او اندثرت شويه في بعض النوادي او ما بقاش عليها اهتمام بشكل قوي وبدات تظهر في نوادي الالعاب الرياضيه الخاصه. ايه السبب؟ هنقول السبب مثلا ممكن يكون قرب المكان اول قرب اول المكان. حاجه اصلا مثلا قاعد مثلا في اكتوبر وقاعد في نادي الزمالك فهروح نادي الزمالك عشان ابني مثلا يتمرن كذا مره في الاسبوع وغالبيه الوقت الابهات بتوع في الشغل فصعب ان على مامتهم ان هم يروحوا اماكن بعيده فالصالات الرياضيه اللي حوالينهم دي سهلت عليهم حاجات كتير قرب المكان. طب هل الصالات الالعاب الرياضيه دي او النوادي الخاصه بتاهل برضه لبطولات والكلام ده كله ولا لازم يروح يشترك في نادي؟ لا 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 دي بتأهل بس ان اخش بطوله لازم باسم نادي ما ينفعش اخش باسمي كده عادي لازم باسم نادي. فانا مثلا مدرب في نادي الدقي وعندي الصالات دي لما بيكون عندي بطوله او حاجه بسجل باسم النادي بتاعي باسم نادي الدقي. بتاخد اللعيبه تسجل لهم باسم نادي بسجل لهم باسم النادي عادي وهم موجودين عندي بالصاله عادي وبتدربهم عادي. طب النادي هنا بياخد موافقه مثلا او بياخد حاجه ولا هو اللي بيخلص الاجراءات والاشتراكات والكلام ده؟ هو بيخلص كل حاجه. طيب النادي هو مسؤول عن كل حاجه. هسألك سؤال برضه مش هسأله بس هسأله. أنا ابني أو بنتي عايزين أدربهم مثلا كاراتيه أو كونغ فو، خلينا في الكاراتيه عشان الحلقة النهارده عن الكاراتيه. اوكي. مثلا بيقول لك طب ما أنا ألعبه كورة عشان ممكن ربنا يكرمه ويلعب في نادي كبير ولا حاجة يتعرف يتشهر هتكسب فلوس والكلام ده كله. أو لو مش هلعبه كورة هلعبه مثلا لعبة تانية أعرف أستثمر فيه اللي أنا هصرفه عليه. هل الكاراتيه لعبة أعرف أستثمر فيها ابني؟ فاول ما يخش المنتخب هتعرف تستثمر فيه قبل كده لا. طيب عشان اخش عشان ادخل المنتخب المواصفات اللي مطلوبه ايه؟ المواصفات المطلوبه ان هو يكون لاعب احسن من اللاعب اللي في المنتخب. ايوه ماشي يعني هل تمرين هل غذاء هل كل حاجه تمرين وغذاء وتحركات وفكر وراحه نفسيه حاجات كتير حاجات كتير جدا. طب هل بياخد من وقته مثلا عندي بنتي في المدرسه وعندي بنتي عايز العبها الرياضه دي هتاخد من وقتها كتير ولا كام ساعه في اليوم ولا كام ساعه في الاسبوع؟ بص هو التمرين هو التمرين ممكن يبقى 4 أيام في الاسبوع او 3 أيام ده تمرين كويس ومناسب. 3 أيام او 4 أيام في الاسبوع ده بيبقى مناسب جدا. تمام تاخد من وقتها ما تاخدش. انا في البيت مش هذاكر 24 ساعه اكيد وفي النادي مش هتمرن 24 ساعه بس لو هنتكلم كرياضه وكمذاكره الرياضه عامه العقل السليم في الجسم السليم الرياضه هتأهله ان هو يعرف ازاي يفكر اصلا في المذاكره. صح. يعني اعرف ان في كلمه اللي هو ايه كلمه العقل السليم في الجسم السليم. المخ هنا بيستخدم حاجتين عشان يكون قوي. اول حاجه اللي هي ايه القراءه. تمام. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انه يوصل له دم سليم. فلو بتمرن كويس والتغذيه عندي كويسه ده هيخلي عندي انت كده بتحلل كلمه العقل السليم في الجسم السليم. وازاي اللي دخل الرياضه في المذاكره وهل الاثنين ينفعوا مع بعض ولا لا. طيب هرجع برضه للسؤال. هل علشان انا اهل بنتي او ابني ان يلعب في منتخب محتاج مني تمرين من 4 أيام في الاسبوع؟ تمام. هل ده مش يعني ده مش هيعطله مع المذاكره خالص؟ طب اخد سالم وخليك ناخد سالم الاول ونجاوب. يا سالم مساء الفل. سالم السلام عليكم. اهلا وسهلا بيك. مساء الفل عليك. السلام عليكم كابتن محمد. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ سالم. استاذنك الله يخليك. الله يخليك. تسلم انت العيون حضرتك جميله. يعني استاذنك بس توطي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون عشان نعرف نتكلم. تمام يا كابتن محمد. انا داخل اسلم على حضرتك واسلم على كابتن اسلام. الله يخليك. تسلم كابتن اسلام. كابتن صديقي طبعا كابتن على خلق عالي ومرضنا كابتن اسلام اقسم بالله. الله يكرمك والله يا كابتن. حبيبي طبعا كلنا بنتعلم منه الرياضه. الله يحفظك. ودايما بنساله بقى وبنضايقه بموضوع الرياضه كده بس هو الكابتن بتاعنا وربنا يسلمك. تحت امرك يا كابتن سالم. تحت امرك. بس انا بس يا كابتن سالم اسلم عليك. يا استاذ سالم يا الله يسلمك بس سؤال بس انت بتقول الكابتن بتاعنا انت حضرتك عندك كام سنه؟ لا هو انا اكبر منه طبعا بس هو اكبر مقاما يعني. الله يخليك. يعني هي الرياضه مش بالسن؟ لا طبعا مش بالسن. كابتن اسلام الكابتن بتاعنا كل حاجه طبعا. الرياضه مش بالسن يا كابتن اسلام؟ بيتكلم عن حاجه ثانيه خالص. امال على ايه؟ عشان لو في نظام غذائي او في جيم او حاجه انا بساعده. طب استنى هو بيعمل لك نظام غذائي؟ كابتن اسلام دايما بيدينا نصايح على طول. كابتن اسلام في موقع ما عندنا يعني مش كلام. طيب ده انا هزنقه في حته هنا. ايه حلوه قوي كفايه الايد بقى. مساء الفل عليك يا استاذ سالم. حبيبي يا كابتن سالم. الله يخليك. مساء الفل عليك. انت بتعمل نظام غذائي؟ هو مش بالظبط. ولا اجتهادي؟
اجتهادي، وطبعا معايا مدربين صحابي على اعلى مستوى بتعلم منهم الحاجات دي كلها، زي كابتن هشام محسن طبعا مدرب ستريت ورك اوت، هو طبعا من ضمن الناس اللي علمتني كتير في الرياضه عامه، مش في الكاراتيه لان هو مش لاعب كاراتيه، بس علمني كتير في الرياضه يعني، وليه فضل كبير عليا في الحته دي بالذات. طيب نرجع للسؤال، اتفضل. هل عشان ااهل ابني او بنتي لمنتخب مصر، بحيث انت بتقول لي انا عايز استثمر، عايز استثمر في ابني ان انا العبه رياضه في نفس الوقت يبقى رياضي، وفي نفس الوقت مستقبل اعرف استثمر فيه، بتقول من 4 لـ5 أيام في الاسبوع، 4 أيام، كم ساعه في اليوم؟ ما بتبقاش كم ساعه، بتبقى حسب الوحده اللي الكابتن حاططها. يعني ممكن من كم ساعه لكم ساعه؟ يعني مثلا نتكلم من ساعه لساعتين ونص بالكثير. ساعه لساعتين ونص. طيب ده التمرين، محتاج حاجه ثانيه بعد التمرين؟ طبعا يعني محتاج التغذيه والعمل النفسي. طيب خلينا في التغذيه، هل محتاج تغذيه بشكل معين؟ يعني مثلا اسمع عن الفيتنس مثلا او كمال الاجسام او الالعاب دي، محتاجه تاكل ومحتاجه تتضخم ومحتاجه تاكل بروتين بشكل معين وتاكل حاجات بشكل معين، هل الغذاء بتاعها مختلف عن كده؟ هو كل جسم اولا وليه التغذيه بتاعته، يعني ما ينفعش مثلا كده احنا نقول لك ان انت لازم تكتر كارب كتير، ما انت جسمك اصلا مش محتاج كارب، محتاج بروتين اكتر مثلا. يعني محتاج بروتين مثلا. تمام تمام. فاللاعب اللي عندي مثلا يكون تخين شويه، فبقلل نسبه الكارب، بقلل نسبه البروتين، بقلل نسبه اكله عشان اوصل جسمه للميزان المثالي اللي يعرف يلعب بيه ويتحرك بيه. ده بقى اللي عايز اوصل له، الميزان المثالي ده للعبه الكاراتيه مش انا بتكلم مثلا لو قلنا سن مثلا 14 سنه اللي انت بتقول السن المثالي 60 كيلو ل 14 سنه، بس طبعا في بيوصل معانا للثلاثينات وساعات الثمانينات. طب كل ما يكون خفيف افضل ولا كل ما يكون جسمه؟ لا انا عندنا في اللعبه بيعتمد على الخف اكتر. على الخف اكتر. مش المفروض لما بيكون وزنه تقيل اكتر بيبقى ثابت على الارض اكتر مثلا في الـ هو لو ثابت مكانه؟ لا عندنا في اللعبه مش لازم يكون ثابت مكانه خالص، لازم يتحرك كتير. الخفيه اكتر. بيتحرك كتير لان بيجي بعض الاحيان ببقى نكس كسبان الماتش، وفي حاجه اسمها بتقل. هنروح لسؤال تاني. اوكي. طيب انت مقلق ليه؟ مش مقلق، انا بجاوبك بس. طيب انا دلوقتي مثلا عايزين نعمل له نظام غذائي، احنا لسه ما رحناش للعامل النفسي، خلي بالك ماشي؟ طيب عايزين نعمل له نظام غذائي وادربه في اليوم 3-4 مرات. تمام. طيب من كده برضو هل ده مكلف؟ يعني هل مثلا ان انا اعمل نظام غذائي بشكل معين لابني او لبنتي او على نفسي واتمرن 3-4 أيام في الاسبوع، ما هو ده هقول لك طب انا كده هتكلف برضه بادجكت على البادجكت. هو هيكلف، هيكلف هيكلف، مش هيكلف فلوس بس، هيكلف صحه وهيكلف حاجات كتير. احنا ما بنتكلمش في الصرف كفلوس، كمجهود، كمشاوير، كان انا بعطل نفسي، كان كل الامر بعطل نفسي وبعطل كل حاليا عشان تمرين ابني، ففي تكلف كتير. بس ان الانسان يعيش على هدف افضل بكتير من يعيش انه يجمع فلوس. احسنت. ناخد هاجر. يا هاجر مساء الفل. مساء الفل. مساء الفل عليك. ممكن اسلم على كابتن اسلام؟ مش عارف، هو كل اللي بيخش بيقول عايز اسلم على كابتن اسلام، هو كابتن اسلام مش عارف شحن لكم ولا ايه، مش عارف، بس ماشي. مين؟ ايه ايه؟ الحزام البني تو برضه؟ امال انت بتاعت الحزام البني؟ ايوه انا اللي اتصلت من شويه اسمها مريم. اللي اتصلت من شويه اسمها مريم صح؟ هي واحده وانا واحده ثانيه خالص. انت اختيها؟ انت اختيها اختها يعني، ولا انت نفس البنت وداخله باسم ثاني ولا ايه؟ اختها. اختها اختها. العيله كلها جايه النهارده. طب انت عندك كام سنه؟ مين الاكبر؟ طيب انت عندك كام سنه؟ انا عندي 14 وهي عندها 15. هي اصغر بسنه. اختار انت بقى. معاك يا هاجر. يا كابتن ازيك يا هاجر، عامله ايه؟ الحمد لله. انا شفت حضرتك الامتحان اللي فات، كنت برضو زي اختها بالظبط، هي شافت حضرتك في الامتحان اللي فات وكانت عايزه تسلم عليك وكانت لابسه حزام. طب كنت سلمت على فكره على طول يعني، ما كنتش هكلمك. اما حضرتك كنت في بتمرن بنت حزام بني مريم الثانيه. ايوه هي دي. تمام. انا سلم على حضرتك، اتشرفت جدا. ماشي. عندك بتمرن في ده تاني؟ ايوه معلش، بس عشان انا كانوا عليك في التلفزيون قوي. هنقول تاني. حاضر حاضر. اقفلي وهنقول تاني. عندك اي سؤال تاني يا هاجر؟ طب عندك اخوات تاني هيتصلوا؟ نجاوب. بتدرب فين؟ تاني تاني. هنعمل ايه؟ في صاله اسمها فري ستايل. احنا للجماهير اكيد. الرياضه للجماهير طبعا. ماشي قول بتدرب فين؟ صاله اسمها فري ستايل الفلبيني عندنا في الهرم. تمام تمام. وبتمرن في اكتوبر طبعا، وفي نادي الضوء الرياضي. في نادي الضوء الرياضي. وقلت في حاجه ثانيه برضو اسمها تويتي او حاجه. تويتي اللي هو الجيم. الجيم. طيب
نرجع للعبة، انت بتقول مهما انصرف او مهما كلف على المصاريف هتبقى اهم حاجة صحته، صح كده؟ طيب مفيش حد بيجي يقول لك مثلا ابني هو او بنت هو انا عايزه تعامل معاه تعايش معاه تبناه خد الموضوع انا عايز اشوفه منتخب مصر؟ هو تقريبا 99.9% من اللي بيجي لي بنفس الطريقة. نفس الطريقة؟ طب عندك كام لاعب راح منتخب مصر؟ عندي كام لاعب راح منتخب مصر؟ لكن عندي لاعب اسمه حسام ده كان داخل المنتخب بس ما حصلش نصيب. طب لكن ما عنديش كلاعيبه في المنتخب حاليا. طب الرفض كان لشكل معين او لحاجه معينه؟ لا هو كان مش رفض، هو كان بيبقى فيه تصفيات، هو كان الماتش اللي هيأهله للمنتخب هو خسر الماتش ده. ايوه انت دخلتني في حته حلوه. طب انا دلوقتي مثلا القبول في المنتخب بيخشوا بطولات عشان يقبل في المنتخب؟ تصفيات. طب لازم اكسب في بعض التصفيات دي عشان اتأهل؟ طبعا. حتى لو كان انا مستواي افضل في حد، ما احيانا ممكن انا مستواي افضل منك بس ما كانش الحظ معايا او ما كانش فيه توفيق معايا. بترجع ساعتها للكابتن بتاع المنتخب. بترجع لكابتن المنتخب، هو وجهه نظره اعلى، لان برده مش يعني مش لازم اللي يكسب هو اللي يخش المنتخب. هو احنا بنعمل بطوله واللي يكسب يخش المنتخب، بس لو الكابتن شايف ان اللي خسر ده عنده امكانيات تاهله ان هو يعمل حاجه في بطوله العالم هياخده، لان احنا عندنا الحمد لله في الالعاب الفرديه احنا عاليين جدا فيها الحمد لله. طيب خليني بقى اروح لحته ثانيه. الكاراتيه ده بيأهل لايه ثاني؟ يعني ينفع انت قلت لي انا ممكن العب قبل الكاراتيه وجمباز، صح؟ طب انا دخلت جمباز علشان هتاهل لاي لعبه. اكيد. والكلام ده انا سمعناه عرفناه من الحلقه اللي فاتت. طيب لعبت كاراتيه، ما بعد الكاراتيه حد دخل الكاراتيه وما مشيتش معاه وما حسيتش معاه او ما خدش ميداليات فيها او ما خدش بطولات فيها، فهي هيغير الكارير او هيغير اللعبه. اسهل لعبه ليه يغيرها ايه؟ بص هل اتفقنا ان الالعاب الفرديه كلها تقريبا فيها شبه من بعض، وان اقول له اطلع من اللعبه وخش لعبه فدي بتبقى صعبه، لان هو تعب في الحته دي شويه. طب هو تعب في الكاراتيه شويه. مفيش لعبه تاخد نفس يعني اللي انا تعبته او صرفته على الكاراتيه تاهلني للعبه دي؟ الكونفو ايده رجل، والكاراتيه ايده رجل، التايكوندو رجل بس، والبوكس رجل بس. فهو لو يقدر يلعب لعبه من دول هيعرف يلعب. طب ينفع يلعب لعبتين مع بعض؟ لا صعب. صعبه جدا طبعا. يعني ما ينفعش مثلا العب كونغ فو كاراتيه؟ لا القانون غير القانون. لو العبها ليا انا كشخص، لا لو انا بلعبها ليا كشخص وهشترك هنا وهشترك هنا مش هيستفاد قوي. يعني مش هيستفاد. هي لو واحده هتفيده عشان يحط بقى التركيز اكتر. تمام. طب انا قبل بس ما اخرج لفاصل انا عايز نصيحه منك بس ايه لكل ولي امر، لكل حد بيشوفنا عايز اشجع ان هو يروح يلعب رياضه. تقول له ايه؟ هقول له اول حاجه ان الرياضه دي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنها كتير جدا، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. فكونك انك تاهل ابنك للرياضه هينشله من حاجات كتير جدا مستنيه بره. انا ببقى مثلا لو صاحبي بيشرب سجاير او حاجه ما بروحش اعمل معاه نفس الحاجه دي، لان انا عارف ان انا عندي هدف، عندي تمرين، عايز ابقى حاجه، فعارف الحاجات دي هتضرني فبتمنعني من حاجات كتير جدا. فالرياضه بالنسبه لي حياه بنعيشها مش مجرد لعبه. تمام احسنت. طيب انا هاخد فاصل بس يا شباب، استنوني بعد الفاصل ومكملين معاكم بكل روح رياضيه. بنبه تاني وباكد تاني على هاشتاج عاش عاش. اي حد بيلعب رياضه معينه يبعت لي فيديو هزعه له الحلقه الجايه في بدايه كل حلقه، واي حد ما بيلعبش رياضه يبدا معايا، يبدا مع اي رياضه جري اي رياضه ابدا بيها صورها لي بس وابعتها لي هزعها لك معايا على هاشتاج عاش. وبشكر كل حد تعامل معانا مع هاشتاج عاش وبعت لنا فيديوهات. بعد الفاصل. Yeah! 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 Ye
ورجعنا لكم تاني ومكملين معاكم وبكل روح رياضية. ومعانا من قبل الفصل الكابتن اسلام ولعبة الكاراتيه، وبنتكلم عن لعبة الكاراتيه بشكل عام، بس انا هخش فيها دلوقتي بشكل خاص شوية. من الواضح ان انا خدت معلومات قيمة جدا وقوية من اسلام، فحبيت اخش جواه بقى. انت بالك قد ايه بتلعب كاراتيه؟ بلعب تقريبا من 2008. 2008 يعني 11 سنة. بس قعدت فترة بطلت الحاجات التانية. يعني 11 سنة مش مستمرين. بطلت قد ايه؟ بطلت حوالي في 2016 او 2017. 2016 قعدت كام سنه؟ غضروف؟ ده من اللعب ولا؟ كنت بتمرن كده ووقعت على ظهري. استنى بس، يعني انت مدرب وتتمرن تتصب؟ ايه، كان تمرين غلط؟ لا لا لا، هو كان المفروض بعمل جامب معين كده وانا بعمله فوقعت على ظهري، فحسيت حاجه غريبه في ظهري كده فكشفته وبتاع. قعدت عند غضروف، قعدت كتير من 2017 من عند الغضروف لحد دلوقتي. حتى انت الان بتدرب بس ما بتلعبش ولا بتلعب؟ انا بدات اجهز عشان بدأت عندي تجهز. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. طيب يعني، طب انت بدات من 2008. ايه اللي خلاك تختار لعبه الكاراتيه اصلا؟ ايه اللي حببك فيها؟ اخترتها ليه؟ اشمعنى؟ هي في البدايه خالص كنت عايز العب كوره، كنت عايز العب كاراتيه اصلا. كنت العب كوره؟ كنت عايز العب كوره، فوالدي قال لي العب لعبه قويه او العب لعبه فيها قتال كويس، ولو عملت حاجه كويسه خليك تلعب كوره. فلعبت كاراتيه عشان اروح العب كوره. انت لعبت كاراتيه عشان تروح عشان العب كوره؟ فلما لعبت كاراتيه حبيت الكاراتيه. في لعب شهير كده على فكره. ايه؟ في لعب شهير كده، بس كان بيلعب كونج فو، ما كانش بيلعب لعب سباحه ولعب كونج فو. ابراهيموفيتش كان بيلعب تايكوندو. كان بيلعب تايكوندو. ناخد اتصال. اتفضل. حسن، مساء الفل. اهلا وسهلا. مساء الفل. مساء الفل عليك يا استاذ حسن. ده حسن شطه. السلام عليكم يا كابتن اسلام. انت عارفك من الصوت. ده كابتن شطه ده. حبيبي يا كابتن. حبيبي يا كابتن شطه. عامل ايه؟ والله وحشني. عايز اقول لك ان اسلام ده من اكتر الناس المجتهده تشوفها في حياتك. هو واضح عليه، واضح. هو راجل مجتهد جدا سواء كان في الكاراتيه او في الكوره. الله يحفظك يا كابتن. استنى، هو بيلعب كوره كمان لحد دلوقتي؟ لا لا دلوقتي لا. استنى بس. حاجه جامده جدا. والله بيلعب ايه؟ طب بيلعب مركز ايه؟ خماسي الاول ولا 11؟ لا كان 11. كان 11. كان لعيب قوي جدا. بيلعب مركز ايه؟ استنى بس، بيلعب مركز ايه؟ ديفندر. ديفندر كمان؟ لا ده شكله لعيب. جدا. انت بتلعب ديفندر؟ كنت بلعب ديفندر. طب بطلت كوره ليه؟ من ضمن الاسباب برضه. طب استنى، قول لي كواليس تاني، قول لي كواليس، قول لي ايه تاني غير الكوره؟ لا هو كان جوكر يعني، كان ولا اوعى تقول لي، اوعى تقول لي بيلعب كوره بلاي ستيشن وبتاع. لا لا لا، كوره حقيقي. لا لا ده كوره، هو كان ما شاء الله عليه كان راجل اسيست يعني، كان والله كمان اسيست كمان. كان بيتحط قبل اي حد في الفرقه. والله يا كابتن. والله ما شاء الله. طب ليه ما كملش في الكوره طيب؟ والله بقى دي اسباب ترجع له، بس هو كان انا من ضمن الناس اللي قلت له كتير ان هو ما يبطلش وما يبعدش، بس هو ما كملش يعني. بس هو كان لعيب ما شاء الله عليه يعني. حبيبي يا كابتن. على فكره كنا النهارده بلاحظها دايما، بلاحظها دايما يا كابتن حسن، المهاري في الرياضه بيبقى لو دخل اي رياضه ثانيه بيبقى بنسبه كبيره مهاري فيها برضه، ولا مش معايا في لا هو مجتهد. صح ولا غلط؟ ما شاء الله عليه. لا هو ما شاء الله عليه، حتى المعلومات النهارده يعني انا اتفاجئت بحاجات كتيره جدا يعني. مجتهد جدا، وهو كان في الكوره كمان كان برضه كان كده. طب انت حضرتك بتلعب ايه بقى؟
انا دلوقتي في موضوع تدريب الكوره برضه. تدريب كوره؟ اه. طب بتدرب فين؟ لا انا لسه دلوقتي بحضر الرخصه، بحضر الرخصه اللي هي السي. السي ان شاء الله. معايا الاساسيه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق وتنورنا هنا كمان. بالتوفيق يا كابتن حسن، مساء الفل عليك. كنت بتلعب كوره بجد؟ اه. طب سبت الكوره ليه؟ ده انا لسه عمال اقول لك، ده اي واحد مننا عايز ابنه يروح يلعب كوره. و يعني انا اتفاجئت قبل الاتصال انت بتقول لي علشان اخليني العب كوره، بس انت كنت بتلعب كوره في الاساس. لعبت بعد لعبت كاراتيه. اللي بيلعب ديفندر ده مش احد؟ اه. طب بس انت كنت بتلعب ديفندر بوكس تو بوكس ولا ديفندر على الدايره؟ على الدايره. على الدايره كمان. كان الكابتن يقول لي انت عامل زي طارق حامد. زي طارق حامد. اه. لا بس انت مش في جسم طارق حامد، انت في جسم حسام عاشور. ما هي مش في الجسم بقى. شكلك زملكاوي. لا لا لا، هو مش زملكاوي هلاوي يعني، بس اللي هو الديفندر ساعتها كنت ناشف شويه، كنت داخل العب كوره بمعلومات الكاراتيه والالعاب القتاليه. ما ابراهيموفيتش، ما انت بتقول لك، ما انا بقول لك اه، فاللي هو كنت واخدها عافيه قوي اللي هو. على فكره ابراهيموفيتش لعيب المفضل. اه. وقصه حياته حافظها يعني وعارفها. طيب انت بتقول لي انت دخلت الكاراتيه علشان كنت عايز لعبه تلعب بيها كوره برضه. بس بعد كده حبيت الكاراتيه. حبيت الكاراتيه اه. سبت الكوره. هو هي كانت ليها اسباب كتير يعني، انا اسيب الكوره او ابطل الكاراتيه والكلام ده كله. كانت ليها اسباب. من ضمنها الغضروف برضه؟ اه يعني انا خليني ارجع العب رياضه ثانيه اصلا. وكمل في الكاراتيه بالذات كان هو الغضروف برضه. الغضروف. طيب طب هنقول كابتن اسلام كمان مثلا كام سنه يكون فين؟ مش كام سنه، لا هو السنه دي ان شاء الله انا لسه يعني بطل بقالي حوالي 6 سنين تمرين، انا كشخص اتمرن 6 سنين. فان شاء الله بجهز لبطوله الجيزه، يعني اول تمرين ليا كانت امبارح، وهلعب بطوله الجيزه الجايه وعليها الجمهوريه وان شاء الله. اول تمرين ليك امبارح، رجعت للتمرين امبارح؟ اول تمرين كانت امبارح. فان شاء الله السنه الجايه اكون في المنتخب ان شاء الله، وبلعب عالم باذن الله ما شاء الله. طيب انت معاك كم سن دلوقتي بتدربهم؟ معايا من اول سن 5 سنين. 5 سنين. اه. ده عدد، ما خلينا نتكلم في الاعداد بقى كده عشان عايز اعمل مقارنه سريعه. اه. سن 5 سنين معاك كام؟ يعني هنتكلم مثلا في حوالي 12 لاعب. 12 لاعب 5 سنين. بعد كده؟ خمس سنين 12 لاعب. اه. ايه تاني؟ بعد كده هنتكلم مثلا في سنة من 8 ل 12 مثلا. من 8 ل 12 كام لاعب؟ ده في حوالي معايا انا حوالي 25 30 لاعب في الحدود دي. 25 لاعب ما شاء الله. بعد كده بقى فيما فوق دولت حوالي 16 لاعب برضه او 15 لاعب. يعني تحت ايدك حوالي هنتكلم في 50 لاعب. في اماكن مختلفة. في اماكن مختلفة. بس في الاخر في اي بطولة في اي مكان بيرجعوا لمكان واحد. طب اللعبة دي فيها احتراف؟ فيها احتراف؟ اه ممكن حد يعوز يتجنسك عادي، دي من دول. لا لا احتراف داخلي. اه احتراف داخلي. يعني مثلا اهلي زمالك. اه طبعا طبعا. اشهر نادي في الكاراتيه. يعني مثلا في الكوره اهلي وزمالك، في الـ في الـ في الباسكت جزيره واتحاد واهلي وزمالك هنقول مثلا كابطال عالم مطلعين من النادي الاهلي، البنك الاهلي اهو موجودين في الحاجات دي. البنك الاهلي، النادي الاهلي والبنك الاهلي. اه الزمالك طبعا، في طبعا في كباتن كتير قويه جدا، وفي لعبة كويسه ما شاء الله، وفي لعبة منهم كانت في المنتخب. طب المنتخب بيختار من نوادي معينه ولا؟ لا لا لا، هي تصفيات. تصفيات. هو انا بصفي. طب ممكن بعد ما تخش المنتخب نوادي معينه تشتري، ولا بتفضل انت ثابت على ال... لا انا لو لقيت ان في نادي بتشتري عادي يكلمني مثلا، او كابتن بتاع نادي الاهلي او الزمالك او انبي يكلم اللاعب، انا عايز اللاعب ده لما يلعب البطوله الفلانيه بياخده ويشتريه عادي. طيب الاسعار؟ لا بتبقى رخيصه جدا يعني، مش زي الكوره اكيد يعني. قول لي قول لي. لا لا بترجع ساعتها لل يعني لو لاعب، لو لاعب دولي بيلعب في المنتخب واخد ميداليه او واخد حاجه يعني لا مثلا، لا دي بترجع بقى ساعتها لل لا تقييمه مثلا المالي او اغلى لاعب. طيب قول لي اغلى لاعب. لا لا دي ما بقدرش انا اقيمها دي. لا اغلى لاعب اتباع بكام ولا؟ لا ما اعرفش الصراحه. طب انت لو عندك، لو عندك لاعب ممكن تطلب فيه كام؟ انا لو عندي لاعب وجاله نادي زي كده، ده طبعا من غير ما اطلب فيه اي فلوس. من غير ما تطلب فلوس؟ لان هو فرصته حلوه جدا جوه، بيتمرن مع ناس اقوى، بيتمرن مع ابطال. طب المصاريف اللي اتصرفت عليه؟ ما هو هتترد له من النادي. ترد له. لكن انت مش فارقه. لا مش فارقه. لا بالعكس انت ممكن تاهله كده. اه انا باهل كده فعلا. والله احييك. الله يحفظك. طيب انت قلت لي بتدرب في اكتوبر. وفي مش في نادي اكتوبر، في اكتوبر. لا لا في منطقه اكتوبر. أوه. في منطقه اكتوبر. وبتدرب في منطقه الدقي. وبتدرب فين تاني؟ في الهرم. في الهرم. ادي ثلاث اماكن. اماكن بتختلف ثقافة اللعيبة هنا عن ثقافة اللعيبة، عن ثقافة اللعيبة هنا، ولا خلاص هو كرياضي رياضي؟ هو كل واحد، هو الرياضة رياضة واحدة، الرياضة نفسية واحدة، بس كل اللي قفله ليه مفتاح، مش كل اللعيبة بيتعامل معاه نفس الطريقة خالص، وكل لاعب ليه سبيشال، في واحد اللي عنده ايده سريعة جدا ما بيعرفش يلعب برجله. لا أنا بتكلم على أماكن، بتختلف من مكان لمكان؟ طبعا بتختلف. بتختلف في كل حاجة طبعا.
طب الاسعار بتختلف من مكان لمكان؟ طبعا والله. اني ارخص؟ هو مش انا ارخص يعني، بتبقى عاديه يعني. مثلا انا عندي قاعده كده ماشي بيها، انت جبت ابنك يلعب كاراتيه، الاشتراك موجود كذا، الاشتراك كذا موجود كذا. طب الاشتراك تقريبا ما بين النوادي او ما بين متوسط كام تقريبا؟ من بدايه 50 جنيه مثلا او 75 جنيه لحد 400 جنيه. ده في ايه؟ في الكاراتيه، في النوادي. في الشهر؟ اه 50 جنيه في الشهر. في نوادي صغيره جدا بتاع 75 جنيه لحد 200، لحد 400 جنيه و500 جنيه، وفي سيشن بيوصل ل 600 جنيه. ده في شهري سيشن؟ في سيشن بيبدا 600 جنيه، اللي هو الحصه بتاعت 600 جنيه. 600 جنيه في شهر بيبقى ب 75 200. الاسم ايه؟ الاسم لا بترجع ساعتها للمدرب والمكان. المدرب والمكان. طيب البدله دي تقريبا بكام؟ بتتراوح بقى حسب، في بدله عاديه بتبقى ب 75 و 100 جنيه، في حاجه اسمها ميوجين بتوصل ل 350، في حاجه اسمها الوازه ودي المشهوره جدا دي بتبقى 650 ولا حاجه. طب لما بيخش بطوله بيبقى محتاج زي بيبقى ليه طبعا البدله بتاعته والاوقيه بتاعته. لا حاجه معينه ولا اي بدله؟ لا هو في البطوله انت ليك اي بدله تلعب بيها، بس احنا بنتكلم ان ليك ثلاث بدل احنا كمدربين، لكن البطوله مش الحكم مش هيحاسبك على البدله، لكن احنا كمدربين ليك ثلاث بدل، في بدله مدارس تتمرن بيها، وبدله للكاتا، وبدله اللي هي للكوميتيه. طب دي بتفرق عندي في التفصيله او في حاجه؟ بتاعت المدارس اللي هي بدله اللي عارف تتمرن بيها بس. بهدلت ما تبهدلتش مش مشكله. بتاعت الكوميتيه تبقى بدله كده عامله زي الورق دي، مش بيعرف يتحرك بسرعه براحته. بدله الكاتا دي بقى بدله عامله زي الجبس كده، تبقى ماسكه فيك واسعه كده ومخليك فارد جسمك كده، تبين الحركه فيك. طيب عشان نلخص بس الحلقه دي، هرجع تلخيصا، انت قلت لي السن المناسب للعبه من 6 سنين. اشهر سن للعبه 14 سنه. يبدا يتاهل لبطولاته من عنده 6 سنين. ولكن بيبدا ياخد احزمه لحد ما يوصل للاسود وهو عنده 12 سنه، صح كده؟ او ناشئين اسود ناشئين 12 سنه، واحد دانا 14، واحد دانا 14، وبعد كده اللي واخد الاسود وهو عنده 14 سنه ده خلاص وصل للمرحله. طيب ال الطفل مثلا لما بيجي لك او شاب بيجي لك، ده ليه تمرينات وده ليه تمرينات، ولا هي اساسيات اللعبه واحده؟ اساسيات اللعبه واحده، الاساسيات ما بتختلفش، بس في لاعب بيجي لي تخين شويه تقيل شويه بزود له شويه في الفيتنس. يعني مثلا طفل عنده 5 سنين بتمرنه زي طفل مثلا زي واحد شاب عنده 12 سنه جالك متاخر شويه، بتمرنه بنفس الطريقه ولا ده بيختلف؟ نفس التمرين ونفس التكنيك، بس الاسلوب يختلف، الاسلوب والطريقه تختلف. يعني انا همرنه جزامي، كلهم هيتمرنوا جزامي، بس ما ينفعش اقول لك جزامي واقول لك جزامي، ده بقول له حاجه معينه وبدي له العاب معينه وده العاب معينه. طب لو حبيت مثلا، طب بيتمرنوا مع بعض؟ لا ولا بعد مرحله؟ بص هو المفروض بيبقى حسب الحزام بتاعك، يعني الابيض مع بعض، الابيض مع بعض، الالوان دي تبقى مع بعض. في بقى لعبه الكوميتيه مخصصه كوميتيه تبقى مع بعضيها، في مراحل كده كل مرحله تبقى مع بعضيها. طب هو اللاعب لازم يلعب اللعبتين ولا ممكن يختار لعبه واحده بس يلعبها؟ كاتا وكوميتيه. احنا خدناها قاعده ان اللاعب الكاراتيه اسمه لاعب كاراتيه، بس مش لاعب كات او كوميتيه، هو اسمه لاعب كاراتيه بس بنتخصص في لاعب كات او لاعب كوميتيه. يعني مثلا لاعب الكوميتيه ده ما بيلعبش كاتا، بس لازم يكون عارف الاثنين لانه اسمه لاعب كاراتيه مش لاعب لعبه واحده. تمام، الوقت خلص على فكره. عايز تقول اي نصيحه او اي معلومه او اي حاجه؟ اي نصيحه او اي معلومه، مشكلتنا في الرياضه حاجه وحيده اللي هي الاخلاق فعلا. الرياضه ضايعه جدا في كل الرياضات مش الكاراتيه بس. طب ايه الاخلاق اللي في الكاراتيه اللي ضايعه؟ خلينا في الكاراتيه. لا في لعبه مثلا ممكن تكسب بتهين اللي قدامها، بس دي مش كتير قوي عندنا في الرياضه. يعني كاهانه كفوز ولا كاهانه؟ ما بيراعيش الشعور اللي قدامه قوي. انا كواحد خسرت ببقى محبط جدا، زي اهلي وزمالك كده في الكوره مثلا. من ضمن الحاجات اللي مكرهاني في الكوره فعلا. في حاجه تانية؟ لا انا بس عايز اقوله كله ان الرياضه اخلاق وبتعودك على الاخلاق. نورتنا يا كابتن اسلام. الله يكرمك ويرضى عنك ويحفظك. الله يخليك. خلصت حلقتنا وكانت النهارده عن الكاراتيه، عرفنا ايه هو الكاراتيه، ابدا منين، السن المناسب ايه، افضل عمر ليه ايه، الترتيبات بتاعتها ايه، نوع الالعاب ايه، ابدا قبل الكاراتيه ايه، انهي بايه. خلصت حلقتنا بس لسه ما خلص بكل روح رياضيه، ولسه ما خلص عاش. اي حد بيلعب اي رياضه ابعت لي فيديو، ابعت لي فيديو كده صوره هزعه لك مع الحلقه الجايه. واي حد ما بيلعبش رياضه ابدا معايا عاش وصور لي اي فيديو لاي رياضه بتمارسها حتى ولو جري وابعتها لي، هزعها لك في بدايه الحلقه الجايه. استنوني الحلقه الجايه. عاش.